بداية أنا عايز أأكد على أهمية المهرجان، أي مهرجان، عشان وكما سبق أن قلت إحنا في عرفنا وفي مجتمعنا بنعتبر المهرجان ده مجرد فرح، فإذا مات عزيز لدينا ألغينا الفرح وكأن لا عمل. المهرجان هو عمل سينمائي حقيقي، وكذلك المهرجان في أي صناعة أخرى لا يجب إلغاؤه لأي سبب من الأسباب. إحنا معروف مثلا عن الممثلين يبقى أبوه ميت ولا أمه يروح المسرح في نفس الليلة، أو أي مسؤول كبير أو أي باحث أو أي عالم لا يعطله أي حدث عن أداء عمله. لازم المفهوم ده يستقر عندنا، ولما المفهوم ده يستقر عندنا هيتضح عند الآخرين اللي هم بيقوموا بدعم المهرجان اللي احنا بنقول عليهم سبونسرز. هؤلاء يؤدون هذا العمل فيما سبق من قبيل العمل الخير، يعني دول ولاد كويسين ادوهم شوية فلوس عشان ما معهمش فلوس. لا، الموضوع مش كده، الموضوع هو تبادل مصلحة ومنفعة. يعني اللي بيجي يقف عشان غرض معين، هو بيشتغل في صناعة معينة، هو رجل أعمال، هو رجل صناعة، أو أيا كان يعني، وعنده القدرة على أنه يدعم مهرجان ما، هو في المقابل مستفيد شهرة للعمل بتاعه أو للمنتج بتاعه أو إلى آخره. عشان كده هو اسمه العمل ده في الإنجليزية سبونسر شيب، يعني سفينة واحدة مفيش حد ليه فضل على التاني إلا التعاون والعمل الجماعي. أنا طبعاً يعني في الدورة دي أرجو أن المهرجان يستمر، لأن المهرجان رغم أنه مهم جداً 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 بيلاقي صعوبات عشان تطلع كل دورة. فأنا من هنا يعني بحس كل المهتمين بالموضوع ان المفهوم اللي انا قلته من شوية ده يستقر عندهم. شكرا لحضراتكم.